النهي عن الوصال، الوصال في الصوم أيضا على خلاف. من العلماء من قال الوصال وصال الصوم محرم، ومنهم من قال مكروه، ومنهم من قال أصل فيه الكراهة إلا من سحر إلى سحر يصوم. طيب، والظاهر والله أعلم أن أحاديث الوصال تدل على التحريم، إلا من سحر إلى سحر فقد يكون هذا مكروها أو مباحا. أما سرد أيام كثيرة هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم كما جاء في الصحيح إياكم والوصال؟ وفي مصنف ابن أبي شيبة كرر هذا اللفظ مرتين عليه الصلاة والسلام، عفوا ثلاث مرات، قال إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال، فحذرهم صلى الله عليه وسلم من الوصال وهو سرد الصوم بدون فطر لا ليلة ولا نهار. طيب، هم استدلوا الآن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، معلم أنه نهى عنه بقوله، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا وفعل شيئا كل ذلك تشريع، القول والفعل، القول والفعل. فإذا تعارض القول مع الفعل هنا لابد من البيان. فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل، إذن الآن بقوله نهى عن الوصال وبالفعل واصل، كان يواصل صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، كان يواصل صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، فأرادوا أن يزيل عنهم هذا الإشكال، كيف تنهى عن شيء وتفعله، تفعله يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، هيئتي تختلف، هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل النبي صلى الله عليه وسلم يختلف، إني أطعم وأسقى، وفي رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي رواية إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. الإشكال ليس في أبيت، أبيت في الليل بياتا وهم نائمون في الليل، لكن أظل في النهار يطعمني ويسقيني، مع ذلك أنه أفطر صلى الله عليه وسلم. هنا الآن اختلف العلماء، قالوا مجاز، بعضهم قال مجاز، والصواب أنه ليس بمجاز بل هذه حقيقة اللغة، يطعمني ويسقيني يفتح على قلبه صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، يفتح على قلبه من الإيمان ولذيذ المناجات والأنس بالله تبارك وتعالى وزيادة الإيمان والذكر ما يجتمع عليه القلب فيكفيه عن الطعام والشراب. قال بعض العلماء يعطى قوة، وبعضهم قال يعطى قوة وشبعا وريا خوريا يجوز الوجهان، يعطى هذا وهذا، والأظهر والله أعلم أنه يعطى قوة، يعطى قوة صلى الله عليه وسلم، أما يعطى شبعا وريا هذا فيه نظر، والصواب أنه يعطى قوة، قوة إيش؟ الطاعم الشارب. قوله عليه الصلاة والسلام إني أبيت عند ربي أو إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، جاءت هذه في قراءة يعقوب في الوصل في سورة الشعراء، قال والذي هو يطعمني في الوقف ويسقين، إذا وصلت في قراءة يعقوب البصري رحمه الله والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فيشفي، يمد بالياء تكون ليس بالنون. طيب، إذا اتضح لكم الآن أن الوصال محرم وبعض المقال مكروه، إلا من سحر إلى سحر فإنه مكروه، مكروه أو مباح عند بعض العلماء، مباح عند بعض